بدأنا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت كنا اتعلمنا برنامج بسيط جدا جدا اسمه باكيت ريسيرش سيميوليشن لايه؟ للراوتر. كأن عندي راوتر لكن في الواقع عندي راوتر؟ لا. ظهر بعد كده تكنولوجي اسمها او برنامج اسمه جي ان اس 3. جي ان اس 3 ده نظام ايميوليشن او بنسميه برضو فيرشواليزيشن. يعني ايه فيرشواليزيشن؟ اتعاملتوا مع برنامج الفي وير؟ طيب بسرعه كده عشان اللي ما اتعاملش معاه. برنامج الفي وير ده برنامج بيتسطب على الجهاز عادي جدا اي اكس اي، تمام؟ وبسطب ويندوز جواه بكامل امكانياته. يعني على سبيل المثال مثلا ده ما كانت ويندوز ما اشتغلش عليه؟ اول محاضره صحيح اشتغلنا عليه. امال بتساع على ياض؟ لا اشتغلت ماشي بس عرفت عباره عن ايه. تمام طيب تمام نفس الفكره بالظبط. عندي برنامج اسمه جي ان اس 3. جي ان اس 3 ده على فكره برنامج ايميليشن، يعني بجيب اي او اس بجد وحقيقي من راوتر، بس بدل ما ادخله جوه راوتر هدخله جوه برنامج جي ان اس. تمام. سيسكو بالمناسبه عندها الباكيت تريسر وده السيميليشن التعبان اللي احنا اشتغلنا عليه، وعندها برودكت تاني بفلوس اسمه فايرل. تمام. فايرل ده اساسا نفس فكره جي ان اس بس كوميرشال. تمام. بص انا اشتغلت على الفايرل وعلى جي ان اس، انا عن نفسي بفضل بصراحه جي ان اس. الفايرل تقيل قوي وفي نفس الوقت يعني مش الاستابيليتي بتاعته، لا في شويه دروبات برضو بتحصل فيه، اللي اقوى منه او مش اقوى بس يعني نفس المستوى، بس في نفس الوقت خفيف ما بيعملش نفس اللود على اللاب بتاعي جي ان اس. تمام. طيب تعالوا بقى نشتغل كده على جي ان اس. هتلاقوا الفولدر اللي معاكم تحت السي سي ان اي بروجرامز، هتلاقي فيه هنا فولدر اسمه جي ان اس. انا حاطه كذا فيرجن منه، انا عن نفسي بفضل اشتغل ادخله جوه جي ان اس في ام. انا عن نفسي بفضل اشتغل على النسخه دي. قدام ان شاء الله هعرفكم اشمعنى النسخه دي بالذات اللي اشتغل عليها. تمام. دبل كليك عادي جدا، يس نيكست اجري نيكست، لغايه دلوقتي نيكست تاني صح. بلاش الواير شارك وبلاش السولر، نمسك واحد واحد. ايه حوار الواير شارك ده دلوقتي؟ فاكرين كنا اتكلمنا عن نوع من الاتاك اسمه مان ان ذا ميدل، الراجل اللي في النص ده، واحد كده عنده القدره انه يعمل كابتشر للترافيك اللي ما بين جهازين. تمام. عن طريق برامج زي الواير شارك. طب ما انا احتاج الواير شارك، اولا هيقعد يعمل لو انا اخترت علامه الصح دي هيكونكت على الانترنت ويقعد يعمل داونلود. تمام. دي حاجه ثانيه، اولا هيطول، ثانيا في ناس قالت لي بقى بيحصل ايرور وحصل معايا انا اصلا قبل كده، تقريبا غيروا كده شكلهم، غيروا اليو ار ال المسار بتاع الداونلود، فيجي عند الجزئيه بتاعت الواير شارك ويدي ايرور. طب وليه وجع القلب؟ انا كده كده منزله نسخه اوف لاين من الواير شارك، هوريها لكم باذن الله مكانها فين، وبالمره حتى اعلمكم ازاي تسطب الواير شارك لوحده وجي ان اس لوحده وتعملوا او تربطوا الاثنين ببعض. تمام. طيب حاجه كمان، السولار وينز. السولار وينز دي اول ما نزل الفيرجن ده سبت ان هو يعمل لي داونلود لكل حاجه، طول طول طول، وفي الاخر لقيته ان نازل كميه برودكتس كتير جدا انا مش انترستد فيها. دي اتفاقيه ما بين جي ان اس. جي ان اس ده على فكره مشروع تخرج لطالب فرنسي جيرمي، كان مشروع تخرج اساسا لطالب. بسم الله ما شاء الله، نسخه طبق الاصل منكم صح يا جاسر؟ تمام. المهم دلوقتي الجي ان اس ده بعد كده بقى اورجانيزيشن كامله وتيم كامل داخل فيه. تمام. فالتيم او الاورجنايزيشن بتاعت شركه جي ان اس ده عملوا انتجريشن اتحاد ما بينهم وبين شركه سولار. شركه سولار دي شركه بتنزل برودكتس شبكات ليها علاقه بالشبكات. تمام. فهنا لو انا اخترت علامه الصح زي ما قلت لكم هيعمل لي داونلود لبرودكتس كتير قوي تبع شركه سولار انا مش انترستد فيها، فعشان كده مش عايزاها. تمام. نيكست. بدا يطلب مني ان انا اسطب الوين بي كاب. من ضمن الاختيارات اللي كانت موجوده كان في برنامج الوين بي كاب. تمام. سيب الوين بي كاب يتسطب. ليه بقى؟ من كتر قوه برنامج جي ان اس ان انا ممكن اربطه بكارت الشبكه الحقيقي بتاعي. اربطه ايه؟ بكارت الشبكه الحقيقي بتاعي. وطالما ربطته بكارت الشبكه الحقيقي بتاعي، ما انا كونكتد على الاجهزه اللي قدامكم دي كلها وكونكتد على الانترنت عن طريق كارت الشبكه الحقيقي بتاعي. فطالما ربطت الراوتر بكارت الشبكه يبقى معنى كده ان ربطت الراوتر بكل الاجهزه اللي حواليا دي. واضحه؟ عشان اقدر اعمل التاسك دي اربطهم ببعض لازم اسطب مين؟ الويند كاب. نيكست. تسطيب الويند كاب نيكستات عادي جدا.
اول ما قلت له فينش بدا يكمل تصطيب جينس بالمناسبه جي ان اس اللي هي جي او اي نتورك سيميوليشن. نيكست بيقول لي انت عايزه تعملي سبسكرايب ما بينك وما بين شركه سولار، يا عم بتولع شركه سولار. نيكست اشغل برنامج جي ان اس. هو ده بدل اللي هو سي ال اي صح؟ اللي هو جي او اي اتقل معايا وهقول لك دلوقتي حالا ماشي. حاول بقدر الامكان توقف الفاير وول والانتي فايروس. انا عن نفسي مش موقفه لا فاير وول ولا الانتي فايروس، بس عامله اكسبشن للبرنامج ده. اللي عنده اي في جي هوريكم ازاي عامله الاكسبشن. تمام. اول مره هيظهر معاك الشاشه دي اختار لوكال سيرفر قدام في الثلث الاخراني من الكورس. هنعمل ان انستول للبرنامج ده ونسطبه تاني وهربطه ساعتها باللوكال جي ان اس في ام، وساعتها هنعرف ايه الفرق. بس مؤقتا كده خدوني على قد عقلي. هنختار مين؟ اللوكال سيرفر. نيكست انا لسه قايل ان فكره برنامج جي ان اس عباره عن ايه؟ ان انا اساسا بنزل اي او اس، بجيب الاي او اس بس بدل ما ادخلها جوه الراوتر بدخلها جوه البرنامج. فطالب مني بيقول لي فين نسخه الاي او اس؟ في الفولدر اللي انتوا واخدينه تحت بروجرامز في نسختين اهو. تمام. ده موديل 3725 وده موديل 7200. هنعرف دلوقتي ايه الموديلات دي. تعالوا نضيف الموديل الاولاني. هاجي هنا اقول له فينيش. تمام. بيقول لي فين النسخه؟ ظهر عندي في اكزيستنج ايمج لان انا لسه عامله ان انستول للبرنامج قدامكم، فاوريدي كنت ضايفه نسخه قبل كده. انتوا في حالتكم هتظهر دي فاضيه، يعني تقولوا له ايه؟ نيو ايمج براوز. فين النسخه اللي هي تحت المسار اللي هو اللي احنا لسه شايفينه؟ الملف ده. تمام. اوبن. هيقول لي اكبرها لك تحت السي. ماشي يا عم كبرها لي تحت السي. افضل تكبيرها تحت السي عشان الملف الاصلي لو اتدلت او شلته من مكانه يبقى كده كده هو عامل براوز على مين؟ على السي. نيكست. ده الموديل. احور الارقام دي بقى. سيسكو لما بتصنع اي او اس بتصنعها على هيئه حاجه اسمها سيرس. حاجه اسمها ايه؟ سيرس. يعني ايه سيرس؟ كتشبيه. في اوبريتنج سيستم اسمه ويندوز؟ لا. في ويندوز اكس بي، ويندوز ميلينيوم، ويندوز 7، ويندوز 10. تمام. في اوبريتنج سيستم اسمه لينكس، في ريد هات، في اوبنتو، في فيدورا، في مينت. اعتبرها موديلين. تمام. نفس الفكره بالظبط. عندي سيرس 1600، مفيش راوتر 1600، لكن السيرس نفسها 1600. في راوتر 1601 1602 لغايه 1605. تمام. في مثلا سيرس 2800. الموديل اللي قدامكم ده 2800. زي ايه مثلا؟ 2801، في عندي 2811. الحاجات دي انتوا بتعرفوها بالاكسبيرينس. تمام. في مثلا سيريس 3600. زي مين؟ 3640، 3660. تمام. زي سيريس 3700، زي 3725، زي سيريس 7000، 7200، زي سيريس 10000، 12000. ايه الارقام دي؟ خدوها قاعدة عامة كده، كل ما الرقم ده زاد كل ما الهاردوير بقى أقوى. بمعنى راوتر 1600 قد كده بالظبط، حاجة قد كده بالظبط. تمام. ده بالنسبة ل 1600. 2800 شايفين الشكل قدامكم عامل ازاي؟ كيسة. تمام. 3600، 3700، 10000، 12000. تمام. ماشي. ايه ده؟ ايه الموديلات القوية دي بقى؟ السيرز دي بتبقى على حسب البيزنس اللي انت شغال فيه. ما كنتش انا شغاله في سمول بيزنس زي هنا واروح اشتري راوتر مثلا سيرز 7200 اعمل بيه ايه؟ غالي جدا عليا، وفي نفس الوقت انا مش هعمل بيه حاجه، مش هستفيد بامكانياته. انا سمول بيزنس انترستد بس ان انا اطلع انترنت مش اكتر. تمام. لكن ما كنتش كمان شغاله في لارج بيزنس داتا سنتر كبيره واروح اشتري راوتر 2800 زي ده انيل بيه ايه؟ تمام. فتاني الموديلات دي على حسب البيزنس اللي انت شغال فيه. وسيسكو محترمه جدا في الحته دي بصراحه. لو دخلتوا على الموقع بتاعها مقسمه البروجرس على هيئه كاتيجوريز كده، كاتيجوريز او سيرس مناسبه للهوم يوزر، سيرس مناسبه للانتربرايزز، سيرس مناسبه للسيرفيس بروفايدر. واضحه كده يا شباب؟ تمام. طبعا زي ما اتفقنا كل ما الرقم زاد الهاردوير نفسه بقى اقوى، الميموري بقت اكبر يستحمل ترافيك اعلى. واضحه؟
فهنا بيقول لي دلوقتي السيرفس اللي انت هتشتغلي عليها تبع 3700 اللي هو موديل 3725 تمام. هركن ده كده هقبله كله على الديفولت. نيكست ده برضو هقبله. لا دي مش ده دلوقتي. مش احنا لسه قايلين ان تكنولوجي الفيرشواليزيشن انا جايبه راوتر بجد وحقيقي او اي او اس لراوتر بجد وحقيقي هيحتاج رامات، هيحتاج بروسيسور، هيحتاج مساحه من الهارد. هياخد كل ده منين؟ من جهازي انا الحقيقي تمام. فالموديل ده بيحتاج رام قد ايه؟ 128 ميجا رام. بيحتاج قد ايه يا شباب؟ 128 ميجا رام تمام. كل راوتر هيحتاج 128. بمعنى لو انا عملت لاب كبير 10 راوتر اضرب 10 في 128. فبناء عن التجربه لا 128 للموديل ده كويس، مش هيقول لا ما عدا فلاب واحد بس النت بس، انما غير كده 128 مناسب جدا تمام. فسيبها على الديفولت. نيكست الباقي ده كله هقبله على الديفولت قدام باذن الله. ابتداء من المحاضره الجايه هعرف الارقام دي اغيرها ازاي وليه تمام. نيكست برضو هسيب كل ده على الديفولت تمام. فينيش اوكي. شوفوا انا واقفه على اي او اس تحت الموديل اهو اوكي. ده بيقول لي بس في فيرجن جديد ماشي يا عم تمام. طيب افرض دلوقتي ان انا عايزه اضيف موديل تاني، ما انا كان عندي اثنين اهم، عايزه اضيف بقى اللي هو 7200 تمام. اعمل ايه؟ من ايديت، اصل انا مش هعمل ان انستول البرنامج واسطبه تاني عشان اضيفه تاني. من ايديت بريفرنس اي او اس شادي، يبقى هقول له تحت ايه؟ نيو نيو ايمج براوز تحت بروجرامز ادي الموديل التاني 7200. هيقول لي اكابيركوليك على السي يس. نيكست نيكست. بص هنا بيقول لي تبع سيرس كام. نيكست. دي بقى يا جاسر 256 حلوه قوي، كانت 512. هو قام بس لقى اللاب بتاعي عليه رامات فقال لي مسحب براحتي. لا هو 256 حلو جدا 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 عليه، لانه خد بالك في الكورس بتاعنا في السي سي ان اي كبيري هتعامل مع 4 راوتر، ده كبيري في الكورس ده. في الان بي بنوصل ل 10 راوتر تمام. في السي سي او ايه لا بيزيد بقى. ايوه تمام. طيب نيكست برضو هقبل كل ده على الديفولت. فينيش اوكي. لا خليك معايا وانا اشتغل، ما تطبقش وانا بشتغل، ركز معايا الاول. لو ضغطت على علامه اللي هي الراوترز دي بقى كده لقيت الموديلين اهو تمام. فتعالوا الاول اسحب راوتر اللي هو 3725، طالما ما ظهرش عليه علامه حمراء يبقى كده شغلت ميمي. لو ظهر عليه علامه حمراء اغلب الظن ان انت هيبقى عندك مشكله يا اما في الانتي فيروس يا اما في الفاير وول، اقفل الاثنين تمام. الراوتر دلوقتي لونه هنا ايه؟ احمر. ستوب. عايز اشغله في الراوتر الحقيقي بشغله ازاي؟ كابل الباور زي ما انتم شفتوا ومن الزرار بتاع اون واوف شغلته تمام. هنا بقى اشغله ازاي؟ كليك يمين على الراوتر ستارت. كليك يمين على الراوتر ايه يا شباب؟ ستارت. ها اخضر ولا لا؟ لو جيت افتح التاسك مانجر كليك يمين تاسك مانجر. لو جيت ابص كده على البروسيسور واو ده احنا لسه بنقول يا هادي وراوتر يتيم ولقيته سحب الجي ان اس، سحب جزء كبير من البروسيسور. ده احنا لسه بنقول يا هادي تمام. ليه؟ مش الجي ان اس محتاج بروسيسنج؟ اخده منين؟ من اللابتوب بتاعي تمام. معنى كده ان لو سحبت كمان 3 4 لا قدر الله الراوتر بتاعي اساسا او الجهاز بتاعي مش هينطق، البروسيسور يوصل ل 100% ولو فضل فتره طويله 100% لا قدر الله ممكن اصلا يتحرق تمام. طب والحل؟ جيرمي لما عمل البرودكت ده البرنامج ده قال ايه؟ طب انا هلعب كده في حاجه اسمها ايدل بي سي، هحسب قيمه اسمها ايدل بي سي. ايه الايدل بي سي وتاثيرها ايه؟ تاثيرها ان انا كده هقول للراوتر، بقول لك ايه يا راوتر؟ لما تكون محتاج بروسيسنج دلوقتي اسحب مني مفيش مشاكل. لكن طالما ما عندكش ترافيك مفيش اي حاجه يعني انت بروسيسنج شغاله محتاج فيها بروسيسنج، سيب لي البروسيسور بتاعي. سيب لي ايه؟ البروسيسور بتاعي تمام؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ هكليك يمين على الراوتر واحسب له حاجه اسمها ايدل بي سي. احسب له حاجه اسمها ايه؟ هيحسب لي دلوقتي كذا قيمه تمام؟ افضل قيمه انهي فيهم؟ اللي جنبيها استرسك، اللي جنبيها نجمه تمام؟ يعني لو ضغطت هنا كده حظي ان ما جابليش ولا قيمه جنبيها نجمه.
طب لو جاب لي اي واحده جنبها استرسك اختارها، جاب لي كومتين جنبهم استرسك اختار اي واحده منهم، فحالتي ما جابليش ولا واحده جنبها استرسك اخد اختار اي واحده واجرب. عندي على البروسيسور نزل نزل جدا تحت خالص اهو. تمام؟ لا نزل خالص، نزل جدا يعني. ها واضحه كده؟ طب افرض ما اتحسبتش صح، احسب واحد تاني مفيش مشاكل. او افضل بقى في الفيرجنز الجديده من جي ان اس عملوا حاجه اسمها اوتو ايدنتيفيكيشن، مش يفضل يختار كذا قيمه وانا اختار الانسب، لا هو مع نفسه هيختار انسب قيمه ويطبقها وخلاص. تمام؟ طيب لو انا جيت دلوقتي سحبت راوتر تاني من الموديل ده هضطر احسب له هو ايدل بي سي هو كمان. عشان كده افضل ان انت اصلا تعمل ستوب للراوتر وتقفل البرنامج، كان طالب مني بس اسيبه ولا لا، وتشغل البرنامج تاني. الكلام اللي انا بعمله ده بيتعمل مره واحده بس، مش كل ما اسطب البرنامج هعمل الهصه دي كلها، دي مره واحده بس. تمام؟ بيقول لي عايزه تكونكتي على ايه؟ هكنسل لان اوريدي خلاص اخترت اللي انا عايزاه. لو ضغطت هنا ادي الراوتر اشغله وخلاص على كده. مش هحسب اي دي بي سي تاني. عيني على البروسيسور. ايه ده هو علي؟ نحسب اي دي بي سي؟ نزل عشان لا هو لا ثانية واحدة ده نزل صح؟ مش أنا لسه قايلة إن طالما هو محتاج بروسيسنج بيسحب مني، مش لسه الراوتر بيقوم بيعمل دي كومبريس للأي أو إس وياخد منه كوبي يحطها جوه الرام والهيصة دي كلها؟ محتاج فبيسحب مني. اللي أقصده من الليلة دي كلها أول ما تشغل الراوتر لقيت البروسيسور عالي، اتقل عليه شوية، اصبر عليه شوية، كبيره دقيقة، كبيره جدا يعني، طول عن كده احسب ايدل بي سي تانية بقى. واضحة؟ ويبقى كده أي راوتر أنا هحسب أنا هسحبه من الموديل ده مش هحسبه له ايدل بي سي، لأن القيمة الأولانية اللي أنا طبقتها في البداية اتطبقت على الموديل ده كله. واضحة كده؟ طيب عايزة أكونكت على الراوتر ده أعمل إيه؟ كليك يمين وأقول له إيه؟ كونس. كليك يمين وأقول له يا شباب كونس. إيه ده؟ أولاً هو استخدم برنامج الباتي، مش احنا قايلين في تيرا ترم وباتي و هو الديفولت بتاعه انه بيستخدم برنامج ايه؟ الباتي. ثانيه واحده، الراوتر احنا لسه شايفين بعدين من شويه ان الراوتر باي ديفولت كان اسمه راوتر. تمام؟ وكان بيدخلني على انهي مود؟ اليوزر مود، وكان بيدخلني على السيت اب مود، يس ولا نو؟ امال ايه ده بقى؟ قال لك كل اللي فيها ان اي راوتر انا مثلا بسحبه بضطر ان انا احسب كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها، لوجين سنكرونس. يا رايق ريكي مارتن. ماشي. مين ريكي مارتن؟ لا مين ريكي مارتن؟ انت حاطط كل ده ريكي كلاسيك. ده انريكي؟ اه تصدق؟ اه صح صح انريكي صح. ما علينا ما علينا. تمام؟ المهم تاني كل راوتر انا بسحبه بفضل احسب له بقى القيم اللي هي او الاور بتاعت لوجين سنكرونس اكزيجنيش تايم اوت الهيصه دي كلها. طب ثانيه واحده، ما هو كده كده اساسا اما كريت لي فايل جوه برنامج جي ان اس وحط جواه الاوامر الاساسيه اللي انا دايما بكتبها على اي راوتر بدل ما اضطر انا كل شويه اكتبها. فين الملف ده؟ ايديت بريفرنس اي او اس راوترز، مش ده الموديل اللي بنتكلم عليه؟ ايديت، بص كده بيقول لي هنا ايه؟ انيشيال ستارت اب كونفيج، هو الملف ده. تعالوا كده لو قلت له براوز الملف كان اسمه ايه؟ ستارت اب داش كونفيج بتاع اي او اس. اهو لو جيت هنا عملت كليك يمين وقلت له اوبن ويز وورد باد مثلا، بص بيقول لي لوست نيم برسنتج اتش دي، معناها ان الراوتر الاولاني هسحبه هيبقى اسمه ار 1، الثاني هيبقى اسمه ار 2 انس اون فاريبل. تمام؟ مثلا تحت اللاين كونسول اكزيك داش تايم اوت لوجينج سنكرونس. واخدين بالكم من بريفليج ليفل 15؟ بريفليج ليفل 15 ده تاثيرها ايه؟ ان اي حد يجي يدخل على الراوتر يروح داخل دايركت على طول على الانيبل. طب انا مش عايزه ده، هو انا بالنسبه لي بصراحه بفضل فعلا الملف ده، بس انتوا لسه في البدايه عايزاكم تمسحوا الملف ده كده، تمسحوا المسطر ده كده خالص. تمام؟ عشان تتعلموا اصلا ايديكوا تمشي في الاوامر دي، ترجعوا بعد كده تشغلوا وتعملوا براوز عليه مثلا في نص كورس كده ولا حاجه، تكون ايديكم اخدت على الكلام ده. تمام؟ لو قلت له اوكي بقى دلوقتي اوكي،
بس الراوتر ده قام خلاص واتحملت كل ده جوه الميموري تمام؟ فهدلته خالص بقى كده. تعالوا لو سحبته تاني كليك يمين ستارت، كليك يمين كونسول. بصوا تقيل ازاي وهو بيقوم. راوتر بجد وحقيقي مش لعب العيال بتاع الباك تريسر تمام. طب عايزه اكبر الفونت، كليك يمين تشينج سيتنجز ابييرنس. ها نو كده بقى. اه خلاص بقى سالني اهو على السيت اب مود. عايش حياتي بقى في الكلام ده. راوتر بجد وحقيقي ولا لا؟ صح؟ طيب بمناسبه انه شلل يا رفاعي. ليه كده؟ شلل قلت على فكره. انا سامعاك يا ولد. ماشي بس شلل قلت معلش. ماشي بمناسبه الكلام ده بص اقول لك على حاجه. كان زمان الناس اللي عايزه تمتحن امتحان السي سي اي اي كان من ضمن الاسباب الغلاء قوي قوي ان محدش بياخدها كتير ان عشان ان انت تشتغل اصلا على لاب حقيقي لازم تاجر لاب فعلا. في الفترة دي كان تأجير اللاب اساسا شهر كده مثلا ممكن نتكلم في 5-6 آلاف دولار. انت قاعد بايت كده اساسا في اللاب عمال بس ايه تشتغل عمل بايدك. طب ما دلوقتي مش محتاج خلاص، انت عندك الفيرل، انت عندك الجي ان اس خلاص. اصل الباك تريسر ده لعب عيال هيمشينا في كورس السي سي ان اي تقريبا 60% بس في السي سي ان اي، فما بالك لو دخلت في ليفلز اعلى ان بي ولا السي سي او اي ما ينفعش اصلا تفكر تشتغل عليه. انما دلوقتي لغايه ليفل السي سي او اي بشتغل عليه الراجل محترم جدا معايا، مش هقول لك بيرفكت 100% في الراوتنج، بيرفكت بنسبه 98% في السويتشنج، بيرفكت بنسبه مثلا 92%. ممتاز وفرت 8 اجهزه كتير جدا كنت هضطر ان انا اتدبس فيها ولا اجرها ولا اشتريها. يبقى يستاهل الشلل بتاعه ولا لا؟ صح تمام. تعالوا بقى انا هطفي ده كده ستوب. كليك يمين ديليت. تعالوا نسحب بقى الراوتر التاني. نعمل فيه نفس الكلام. اصل خدوا بالكم الراوتر التاني انا ما حسبتلوش ايدل بي سي لان الايدل بي سي بتتحسب بير سيرس على مستوى كل سيرس. كليك يمين ستارت، كليك يمين. اصبروا بس كده الاول هنا هلاقيه ايه. واو الموديل ده اقوى 256 ميجا رام وبيحتاج بروسيسنج اعلى تمام. هضطر بقى ساعتها كليك هنا يمين واقول له او go to ايدل بي سي. تعالوا نشوف كده يحسبها ولا لا. اتقل عليه شويه لان ده بياخد وقت اطول في البروسيسنج اكتر من التاني، وده اللي احنا هنشتغل عليه في الكورس بتاعنا باذن الله تمام. اوكي بص كده جي ان اس نزل تحت خالص اهو، هيقل تاني برده ما تقلقش لسه برده في مرحله اللود تمام. عايزه اكونكت عليه هكليك هنا مين واقول له ايه. اكبر كده الفونت شويه. انا مش هشيل الملف اللي اتكلمنا عليه لان خلاص الامر دي بالنسبه لي مش كل ما اجي اشتغل بقى اقعد اعمل الهيصه دي. انتوا شيلوه الملف اللي اتكلمنا عليه، انتوا شيلوه اتليست لغايه نص الكورس لغايه ما ايديكوا تاخد على الكلام ده. ماشي يا شباب؟ طيب لما انا كنت لا عسل حاضر بيعجبني قوي الناس. لو دخلت على بريفرنس اي او اس راوترز سي هقول له نيو مثلا مثلا نفس الراوتر نيكست نيكست. طب تعالوا ابروز عليه تاني ده او ده وات ايفر. انا كده كده مش هضيفه اساسا تمام، كده كده هكنسل. بس مش دي احنا كنت قبلت في الديفولت. اخر شاشه ممكن بدل ما تضطر ان انت تسحب الراوتر وبعد كده تحدد له الايدل بي سي من هنا كنت اقول له اوش ايدل بي سي فايندر. هي هي بالظبط اللي انا عملتها لما قلت له ايه سحبت الراوتر وقلت له كليك يمين اوتو ايدل بي سي تمام. الباقي لسه كل حاجه ليها وقتها. الحاجات الثانيه اللي انا قابلتها الديفولت دي برده هتتشرح ما تقلقوش ان شاء الله. واضحه؟ تمام كده احنا اتعلمنا برنامج مين؟ جي ان اس 3 تمام. تعالوا مثلا نشوف الراوتر اللي قدامي ده ايه هي
هي الانترفيسز اللي افيلابل عليه؟ شو اي بي انترفيس بريف. انتر الموديل اللي قدامي ده على سبيل المثال لقيت عليه انترفيس واحد بس اللي هو فاست ايثرنت 0.0. ما تقلقش هنزود عليه، ما تقلقش. تمام، والانترفيس ده ايه هو الاي بي اللي عليه؟ مفيش. حالته كهاردوير شغال تمام ولا لا؟ ايه هي الميثود الطريقه اللي انا حطيت بيها اي بي؟ مانيوال ولا دي اتش اس بي؟ ما حطيتش دي، ممكن تلاقوها مانيوال، ممكن تلاقوها دي اتش اس بي. تمام، سيبوكم من الستاتس والبروتوكول دلوقتي. عايزه دلوقتي اول حاجه بقى اتعلم ازاي ان انا احط اي بي على الراوتر. هتعلم النهارده ازاي احط ايه اي بي على الراوتر. احنا كنا قلنا ان الراوتر ككل بديله اي بي، لا امال كل انترفيس على الراوتر بديله اي بي. فانا دلوقتي في حدي الراوتر عليه انترفيس اللي هو فاست 0.0، ده اللي انا عايز احط له اي بي. احط له اي بي ازاي؟ هدخل تحت الكونفيجريشن مود واقول له دخلني على الانترفيس اللي هو فاست ايثرنت 0.0. تمام، واضغط انتر. ياه ايه ده كله؟ مش احنا اتعلمنا ان في اختصار؟ ده ليه وجع القلب ده كله؟ انترفيس مسافه فاست 0.0 بس يعني. اسهل ولا لا؟ هديله اي بي، افترض ان انا عايزه اديله اي بي ادرس مثلا 192.168.1.100 اللي السبنت ماسك 255.255.255.0. ها مين اللي بيسال؟ حد سال؟ يبقى تاني اي بي ادرس مسافه الاي بي، بعد كده ايه؟ مسافه السبنت ماسك انت. تمام، بصوا بقى المره دي لو قلت له شو اي بي انترفيس بريف، ايه دول اللي في الاول دي؟ عشان الايميل والمود صح؟ انت لقيتها ادي الاي بي والميثود اللي انا حطيت بيها الاي بي. تمام؟ طب بيقول لي بعد كده الاستيتس والبروتوكول ادمنستريف لي داون واللي بعديها داون. ده ايه ده بقى؟ هو الراوتر وظيفته ايه والسويتش وظيفته ايه؟ الراوتر بيجيب نت، بيوسع الراوتر ده بتاع شبكات مختلفة، لكن السويتش جسر بيجيب بيربط اجهزة في نفس النتورك اي دي. تمام؟ يبقى تاني السويتش بيربط ايه؟ اجهزة في نفس النتورك اي دي. تمام كده؟ طيب يبقى مين السكيورتي بتاعته اعلى؟ السويتش ولا الراوتر؟ السكيورتي بتاعته اعلى السويتش، لانه بيربط لي اجهزة في نفس النتورك اي دي مفيش قلق. انما الراوتر بيجيب لي ترافيك من نتورك تانية، انا مش عارفني ايه البلاوي اللي جايلي من النتورك التانية. واضحة يا يوسف؟ تمام. طيب عشان كده اغلب السويتشات، مش كلها، اغلب السويتشز الانترفيسز اللي عليها enabled by default. يعني ايه enabled by default؟ يعني اجيب الكابل من الجهاز احطه في السويتش الاقي الدنيا اشتغلت. تمام؟ لكن الراوتر disabled by default، الانترفيسز اللي عليها disabled by default. يعني ايه ديسيبل؟ يعني لو انا دلوقتي جبت الكابلات حطيتها وحطيت اي بي، الدنيا مش هتوصل، لا ده هيوصل لده ولا ده يوصل لده. ليه؟ محتاجه الاول اعمل انيبل للانترفيس. ايه اللي يخليني اعمل كده؟ قال لك مش احنا لسه قايلين ان الراوتر بيربط شبكات مختلفه في نتورك اديز مختلفه، سي مثلا اللان بالانترنت. ما ينفعش ان انا اوصل الاجهزه اللي في اللان بالبورت مجرد ما احط له اي بي الاقي الاجهزه طلعت انترنت. الله اعلم مش جايز في بلاوي سودا هتجيلي من بره، فيروس، هاكينج، صح؟ فالمفروض الاول ان انا اخلص كل شغلي اي بي هات بقى وسكيورتي وي وي وي، وبعد ما اخلص كله 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 اعمل انيبل للانترفيس كاخر مرحله خالص. اعمل ازاي انيبل للانترفيس وانا تحت الانترفيس زي ما انا كده؟ واخدين بالكم انا تحت ايه؟ كونفيج داش انترفيس، ده ستوب كونفيجريشن بتاع الانترفيس بالظبط، كونفيج داش انترفيس. تمام؟ وانا تحت الانترفيس كده هقول له نو شوت داون. هقول له يا شباب نو شوت داون انتر. طلع لي سيسلوك بيقول لي تشينج ستيت تو داون. ليه يا عم؟ شو اي بي انترفيس بريف؟ لقيت ان الستيتس دلوقتي داون والبروتوكول داون. هعرف كمان شويه ليه اداني داون، ما تقلقوش. كل اللي فيها بس لان انا ساحبه سويتش، ساحبه اسفه راوتر مش موصلاه بحاجه. فيزيكالي مفيش حاجه بتوصل بيه. تمام؟ طب لو انا حبيت ان انا اعمل ديسيبل للانترفيس اقول له هقول له ديس ايبل انترفيس. انا عملت انيبل ازاي؟ نو شت داون. يبقى اعمل ديس ايبل ازاي؟ شت داون. شت داون. ايوه.
تمام. اول لما اضغط انتر هيطلع لي سيس لوج يقول لي ان الانترفيس بتاعي اتحول لادمنستريبلي داون. واضحه لغايه دلوقتي؟ يبقى تاني عايز اعمل انيبل للانترفيس تحت الانترفيس اقول له نو شوت داون. عايزه دلوقتي اقفل الانترفيس اقول له شوت داون. تمام. طيب اللي بعديه عايزه دلوقتي بقى اتعلم عايزه اتعلم ازاي ان انا اربط الراوتر بجهاز الكمبيوتر بتاعي. عشان انا لسه قايله ان في ميزه قويه جدا في برنامج جي ان اس ان ممكن اربط الراوتر بكارت الشبكه الحقيقي بتاع جهازي. صح. ادي البي سي بتاعي. حتى لو ايه؟ لو انا كنت مع راوتر تاني. تمام. اصل مش ده اللي هيطلع لي انترنت. الراوتر اللي بره هو اللي هيطلع لي انترنت. بس الفكره يعني ان انا عايزه اربط ده بالبي سي يبقى فيه كونكتيفيتي بس مش اكتر. تمام. طيب دلوقتي انا ربط الراوتر ده بايه؟ انترفيس نفس 0 على 0 هربطه بكارت الشبكه بتاع البي سي. وهدي الاثنين في نفس النتورك اللي هو 192.168.0.24. الراوتر انا اديت له اي بي دوت 100 وجهاز الكمبيوتر بتاعي شوف كده الاي بي بتاعه بسرعه دوت 11 دوت كام؟ 11. ايه اللي انا عملته ده؟ اول خطوه دايما في شغل الشبكات وانت معمر ترسم التوبولوجي على ورقه وقلم. او في برامج لو هنتكلم شغل شركات بقى في برامج اساسا بترسم التوبولوجي اشهرها على سبيل المثال برنامج الفيزيو. تمام. ليه؟ احنا حتى هذه اللحظه والكورس بتاعنا كله بصراحه يعني شبكات سيمبل. لكن لما تدخل بعد كده في شبكات كومبليكيتد تخيل مثلا ان انت بتعمل ديزاين لشبكه زي دي. تمام. في يوم من الايام فعلا هتقدر ان انت تقوم توبولوجي زي ده. يعني مثلا توبولوجي ده اللي انا بشرحه في السي سي اي في منهج السي سي اي هو ده. تمام. اول خطوه دايما زي ما قلت لكم يترسم على ورقه وقلم او يترسم على برنامج وات ايفر. انت مستحيل هتفتكر كل حاجه. تخيل بقى ان كل انترفيس بتكتب عليه اسمه واي بي هاته ومعلومات عنه طول ما احنا ماشيين هكتشف ان انا بكتب داتا على التوبولوجي ده. تمام. هتفتكر؟ لا. يبقى ارسم التوبولوجي. تخيل بقى لو توبولوجي زي ده مطلوب منك على كل انترفيس تكتب الاي بي. يعني هاجي بخط صغير هنا كده اكتب الاي بي هنا 192.168 كذا وخط صغير. طب وليه؟ ليه ابهدل الدنيا؟ عايزه اوفر على قد ما اقدر مساحه للكتابه. فانا معوده دايما نفسي نعمل ايه؟ النتورك اي دي ذات نفسها الشبكه ذات نفسها هي اللي بكتبها على السلكه على السيجمنت دي وبخط صغير هكتب هنا دوت 11 دوت 100 وبخط صغير هنا هكتب كام؟ يبقى ده معناه ان انترفيس فاست 0 على 0 على الراوتر واخد اي بي 192.168.100 على بريفكس 24. معنى كده ان جهاز الكمبيوتر واخد اي بي 192.168.11 على بريفكس 14. اسهل ولا لا؟ تمام. وفرت مساحه شويه للكتابه اللي هتتكتب قدام باذن الله. تمام. طيب ازاي اربط بقى الراوتر بالبي سي؟ لو انا جيت دلوقتي كده على برنامج جي ان اس هضغط على الايقونه دي واسحب كلاود قدام باذن الله هعرفكم ايه اللي تحت ده. هسحب ايه يا شباب؟ كلاود. ادي الكلاود. ايه الكلاود دي بقى؟ قال لك ده هيبقى وسيط ما بين كارت الشبكه الحقيقي بتاعي وما بين الراوتر. بمعنى لو احنا جينا نشوف هنا تاني كده انا عندي على اللاب بتاعي اكتر من كارت شبكه، في كروت حقيقيه وفي كروت وهميه. تمام. الكلاود دي انا هربطها باني كارت شبكه فيهم. صح. فلازم الاول بعد ما اسحب الكلاود اعمل عليها كليك يمين واحدد انا هربطها بمين. كونفيجر. لو ضغطت هنا دي كل كروت الشبكه اللي عندي على اللاب بتاعي. هختار انهي كارت؟ الواي فاي و8. اوكي. تمام. لو ضغطت على الايكون دي بعد كده اد لينك عايزه اوصلهم ببعض. فلو ضغطت على الراوتر ده الموديل ده ما فيهوش الا انترفيس واحد بس اللي هو فاست 0 على 0. لو جيت ضغطت على الكلاود دي مش انا ربطته بدي؟
لو انا دلوقتي ما كنتش حددت الكلاود مربوطه بانهي كارت شبكه كان هيديني هنا ايرور. ما انت ما حددتيش هتربطيه بمين، تمام؟ فاضغط هنا على كارت ايه؟ الواي فاي. واخدين بالكم الماوس عامل ازاي؟ عايز احرر الماوس عشان بقى اكليك يمين وادخل على الراوتر بقى اعمل له كونفيجريشن. يا اما اكليك يمين في اي مكان فاضي كده، يا اما اضغط على العلامه دي تاني. بس طول ما انا ضاغطه هنا في علامه غلط كده هنا، تمام؟ فاضغط عليها او كليك يمين في اي مكان فاضي. المهم احرر الماوس عشان اقدر ايه اتعامل معاه. لو ضغطت دلوقتي على الايقونه اللي فوق دي كده شو هايت انترفيس عشان بس يعني ايه تسهيل ليا يسر الانترفيسز، تمام؟ يبقى تاني اول حاجه خالص سحبت راوتر، بعد كده سحبت كلاود. الكلاود دي لازم الاول احدد هي هتتربط بانهي كارت شبكه عندي. كليك يمين كونفيجر، واخترت من هنا الواي فاي وقلت له ايه صندوق تحت. بعد كده ضغطت على الايكون دي وضغطت على الراوتر اخترت فاست زيرو على زيرو، وضغطت على الكلاود اخترت كارت الواي فاي اللي انا ضفته عليه. واضحه كده الراوتر بتاعي كده شغال ولا لا؟ طيب تعالوا كده، لو قلت له هنا نو شوت داون بص المره دي طلع اتنين سيس لوج مش واحد بس، قال لي تشينج ستيت تو اب واللاين بروتوكول برضو تحول لايه؟ لو قلت له دلوقتي شو اي بي انترفيس بريف الستيتس بقت اب والبروتوكول بقى اب. عايز افهم ايه الستيتس وايه البروتوكول وايه الكلام الكتير اللي اتكتب ده. تعالوا نشوف بقى مين اللي فاكر السبع لير، مين اللي فاهمهم ومين اللي حافظهم ومين اللي مش فاكرهم اساسا. امر شو اي بي انترفيس بريف اكتر امر تقريبا انا بستخدمه كترابل شوتينج. كلمه ترابل شوت يعني ايه؟ يعني حل مشاكل. ما افرض ان انا قومت الشبكه وكله تمام وعملت كل شغلي صح، بس نسيت اعمل انيبل للانترفيس، ما مفيش حاجه تشتغل صح. فاول حاجه دايما انا معوده ايدي عليها شو اي بي انترفيس بريف عشان اشوف اسامي الانترفيسز ايه، تمام؟ الستيتس والبروتوكول ممكن الاقيهم ادمنستريبلي داون داون، ممكن الاقيها داون داون، ممكن الاقيها اب داون، ممكن الاقيها اب اب، لكن يستحيل اشوفها داون اب. نمسك بقى واحده واحده. اول حاله اللي هي ايه؟ ادمنستريبلي داون داون. كلمه ادمنستريبلي داون دي لو انت شفتها لما كانت فوق كده ادمنستريبلي داون، ادمنستريبلي داون داون، يبقى الادمن هو اللي قفل الانترفيس بامر شوت داون او الديفولت. ما هو كده كده الديفولت ان الانترفيس ديسيبل شوت داون، تمام؟ يبقى انت لو لقيت حاله الانترفيس ادمنستريبلي داون داون الحل ايه؟ تنزل تحت الانترفيس وتقول له نو شوت داون. تحت الانترفيس تقول له يا شباب نو شوت داون. دي اول حاجه. تاني واحده لو انت لقيتها دلوقتي داون داون، في حاجه بقى الستيتس دي بتعبر عن الفيزيكال لاير اللي هي لاير كام؟ لاير 1 الفيزيكال لاير، ودي بتعبر عن لاير 2 اللي هي الداتا لينك لاير. لو انت لقيتها داون داون تعرف على طول ان انت عندك مشكله في الفيزيكال لاير، تمام؟ ما هو لو الفيزيكال لاير وقع لاير 2 مش هتقوم. خدها قاعده عامه، لو انت عندك لاير معينه وقع كل اللي فوقها يا جاسر هيقع. الجهاز اصلا مطفي. لاير 2 هتشتغل ازاي؟ كارت الشبكه هيشتغل ازاي؟ الاي بي لاير 3 هيشتغل ازاي؟ الابلكيشن هيشتغل ازاي؟ تمام؟ طب فيزيكالي قايم وكارت الشبكه قايم بس الاي بي انا مش حطاه، الابلكيشن لاير شير بقى والبنج والكلام ده هيشتغل ازاي؟ فخدها قاعده عامه في حياتك، لو انت عندك لاير وقع كل لاير اللي فيها، عشان كده قلت لكم يستحيل تلاقيها داون اب، تمام؟ طيب نمسك تاني داون داون. داون داون يعني ايه؟ عندي مشكله فين؟ في الفيزيكال لاير. في حاجه فيزيكالي بايظه زي ايه؟ الكابل مش متقرش صح، تمام؟ متشال زي ما شفنا من شويه، ما كانش لسه متوصل ببسي فاداني داون داون، تمام؟ متقرش غلط، الكارت ذات نفسه فيزيكالي بايظ. المهم عندي مشكله فيزيكالي، عندي مشكله ايه يا شباب؟ فيزيكالي، تمام؟ ده بالنسبه لداون داون. طب اب داون ليها كذا حاله.
على سبيل المثال على المحاضرة الجاية بإذن الله هشوف إنه ممكن يكون بسبب clocking أو ممكن في آخر يعني في تاني محاضرة في السمستر الرابع بإذن الله ممكن يكون بسبب encapsulation mismatch. تمام؟ وفي أسباب تانية طول ما احنا ماشيين كده هنشوفها بإذن الله. clocking دي هنعرفها المحاضرة الجاية إن شاء الله. encapsulation mismatch هنشوفها بعدين إن شاء الله في تاني محاضرة في السمستر الرابع. واضحة؟ تمام. اب اب ده اللي انا لسه اشوفه بقى صح. طيب تعالوا كده بقى ايه هو احنا قلنا صحيح الاي بي بتاع الراوتر هيبقى كام والبي سي هيبقى كام 168 دوت دوت صح والناحيه الثانيه 11 انا كتبت حاجه غلط دي تصدق فعلا وانا بكتب بسرعه اتلخبطت وكتبت 11 هنا بدل واحد. لو انا بنكت دلوقتي ما بين الراوتر والبي سي هيبقى في ريبلاي ولا لا؟ لا ما ده كده في نتورك اي دي وده في نتورك اي دي ثانيه خالص صح. مش ده السؤال. السؤال بقى لو انا جيت على الراوتر دلوقتي احنا متاكدين خلاص ان البنج مش شغال ده في نتورك وده في نتورك تمام. لو انا جيت دلوقتي على الراوتر قلت له شو اي بي انترفيس بريف هيديني حاله الانترفيس ايه؟ داون داون اب داون اب اب هيديني ايه؟ وليه؟ اب داون. طب نمشي واحد واحد باشا اب داون ممكن اب داون لا خد بالك من حاجه انا ما عملتش شوت داون للانترفيس انا بفترض دلوقتي ان هو نو شوت داون اب 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 داون اب 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 داون. طيب الناس اللي قالت اب اب عمرو علي ليه؟ عشان هو هيلاقي عن الاي بي زيرو انا طب ثانيه واحده واحد واحد عشان مش عارف هو هيديني الاي بي بتعمل مش ايه معلش؟ هيديني الاي بي اللي انا كاتبه انا هديها اب اب ده موجود ماشي هنا هو في شبكه واخد ما عنديش مشكله ان انا ادي له اي بي على نفس الشبكه ما فيش على نفس الشبكه فهو برده بالتالي مفتوح لما يجي احطه اي بي. طيب بصوا هو فعلا اب اب بس مش عشان السبب اللي انتوا قلتوه خالص تمام. ليه هيديني اب اب؟ هو الستاتس دي بتعبر عن ليير كام يا شباب؟ والبروتوكول بيعبر عن كام؟ والمشكله عندي في ايه؟ في الاي بي اللي هي ليير 3 صح؟ لو انا كان قصدك كده؟ يعني مش عارف اوصلها ماشي ماشي تمام بقى فكرني في واحدة بيبسي جوه فكرنا ادي لك ماشي. المهم تاني الستيتس ده لير 1 والبروتوكول لير 2 كون ان هو يديني اب اب ده مش معناه ان الشبكه بتاعتي تمام وستيبل ده معناه ان الشبكه بتاعتي قايمه في لير 1 ولير 2 لكن ممكن تكون لير 3 واقعه ممكن تكون لير 4 واقع في فاير وول ممكن يكون الابلكيشن واقع. ها واضحه كده؟ تمام. يبقى تاني اب اب اكيد ده نفس اللي انا اشوفه بس ده مش معناه ان الشبكه بتاعتي ستيبل وتمام. تمام. الشبكه بتاعتي ستيبل وتمام فين؟ في لاير 1 ولاير لكن ممكن تكون اللاير في الاعلى بايظه. طب عايزه تيست عايزه اتاكد فعلا بقى كلامي صح ولا لا. احسن تول بتست بيها التول بتاعت مين هي التول اللي انا بتست بيها على الكونكتيفيتي؟ البنج صح؟ عايزه 27 دقيقة انا عايزه ابنج بين الجهازين من الراوتر ابنج على البي سي ومن البي سي ابنج على الراوتر. ها مقتنع؟ تمام. احسن تول تاني هي مين؟ البنج. البنج ده يا اما يتعمل في اليوزر مود يا اما يتعمل في الانيبل مود يا اما في اليوزر مود يا اما فين؟ في الانيبل مود. هاجي بس كده على الفاير وول بتاعي واقفله عشان انا عارفه انه هيعمل لي مشاكل دلوقتي. بالمناسبه اللي عايز يعمل اكسبشن تمام؟ ادي اكسبشن من جنرال تاب اكسبشن وانا ضايفه هنا اكسبشن للسي بروجرام فايلز جي ان اس. براوز على المسار بتاع التسطيب تمام؟ هاجي هنا بقى فاير وول Thank you.
لو جيت دلوقتي هنا بقى من الراوتر كده انا كده في انهي مود؟ تعالوا قابلنا كده على البي سي بنج على 192.168.1. احنا اتفقنا على كام؟ 11. لقيت في كام بنجاية حصلت؟ 5 واحدة دوت واربعة اكسكليميشن مارك. تمام؟ ايه الفرق ما بينهم؟ دوت ده معناه ان البنج unsuccessful. البنج ايه يا شباب؟ unsuccessful. اكسكليميشن مارك معناه ان البنج successful. لو لقيتها حرف اليو ده معناه destination unreachable. destination ايه يا شباب؟ unreachable. نمسك واحدة واحدة. دوت تاني معناه كأن بالظبط request timed out. exclamation mark reply. حرف اليو destination unreachable. يبقى هنا كام بنجاية اشتغلت وكام بنجاية وقعت؟ واحدة وقعت واربعة اشتغلوا. ليه في بنجاية وقعت؟ تست الايه؟ صوت صرصور الحرف. واخدينها ونظري عليا النعمة. بيبلغ على نفسه ايه؟ هيبلغ على نفسه ليه يعني؟ هاي يوسف الامل فيك يا يوسف، ها؟ انت بتفضل ساكت وتطلع مرة واحدة، ها؟ كنا قلنا اول بنجاية عادة بتقع لغاية ما بيجيب الديستنيشن ماك عن طريق البروتوكول. بس عليكم اخس الايه؟ الارض بس عليكم ينفع كده صح؟ لو جيت ابلغ تاني كلهم يشتغلوا ولا لا؟ صح؟ كنا قلنا عادة اول بنجية او اول بنجتين او اول ثلاثة حتى على كبر الشبكة مفيش مشاكل بيقعوا. ليه؟ لغاية ما يجيب الديستنيشن ماك ويكيشوا عنده. تمام؟ عشان كده لما جيت ابلغ تاني مفيش ولا واحدة وقعت، جاب الديستنيشن ماك خلاص وكيشوا. لو عايز اشوف الديستنيشن ماك، الديستنيشن ماك في حالتي اللي هو بتاع البي سي اللي هو بتاع كارت الشبكه الحي بتاعي، هقول له شو ارم. هقول له ايه؟ شو ارم. مش ده الاي بي بتاع اللابتوب بتاعي وده الماك. تعالوا كده نتاكد. اوله اف سي واخره اف دي. ها واضحه؟ ده كبيري في البنج فين؟ في اليوزر مود. اسف في اليوزر او اليوزر مود. البنج ده في الانيبل مود. تمام؟ تعالوا كده لو انا قلت له كده بنج فرق حاجه؟ محدش يقول لي مفيش حاجه ضاعت، هي كده كده مفيش حاجه هتضيع لان خلاص المعلومه بتاعت ستيشن ماك اتكيشت خلاص. تمام؟ ما فرقش حاجه خالص. امال ايه الفرق؟ هنا بقى في شويه اوبشنز محترمه. يعني على سبيل المثال ممكن اقول له هنا ريبيت 20 مره. 20 اللي هو كان مقابل في الدوس لماينس ان، صح؟ مقابل في الدوس لمين؟ ماينس ان. هنا على فكره ما فيش حاجه اسمها ماينس تي. لو انت عايز ان انت تبلغ بعدد كبير من البنجات تقول له ايه؟ ريبيت وتديله عدد كبير بقى. بالظبط. انتر. انا كتبت الاي دي غلط ولا ايه؟ زودنا 11. تصدق؟ طب اتصرف ازاي؟ ده انا حاطه عدد كبير قوي من البنجات. اتصرف ازاي؟ ايوه للاسف هنا سيسكو كاتبه لي تايب السكيب سيكونس تو ابورت وما قالتليش ايه السكيب سيكونس ده عشان اطلع من البنج. لو حد قفل الشاشه وجه يفتحها تاني هيلاقيها على نفس المنطق. واكيد طبعا مش هفضل قاعده العدد ده كله لغايه ما يخلص. وانا بكتب اتلخبطت وكتبت عدد كبير او اي بي غلط يعني. طب اتصرف ازاي؟ كنترول شيفت 6. ينفع اعملها الاي بي؟ لا. حل الواحد دلوقتي في ايه؟ كنترول شيفت 6. واضحه كده؟ تمام. بالمناسبه لو قلت له دلوقتي بنج الاي بي واستخدمت الهيد في شويه اوبشنز محترمه. طول ما احنا ماشيين كده ان شاء الله في الكورس هنشوف شويه حلوين منهم.
تمام. اللي انا عملته ده كده اسمه نورمال بينج. اللي انا عملته اسمه ايه يا شباب؟ نورمال بينج. في نوع تاني من البنج اسمه اكستندد بنج. ايه الفرق ما بينهم؟ النورمال بنج خلاص، الاكستندد ان انا هقول له بنج وانتر، هيبدا يسالني اسئله كتير وانا جاوب. بيفكرني بمين؟ بالست اب مود. على سبيل المثال بيقول لي في البدايه البروتوكول اللي انت عايزه تبنجي بيه هو الاي بي؟ اقول له ايه؟ انتر. ايوه لو قلت له اه يبقى انا ببنج على بروتوكول اسمه اه. تمام. التارجت اي بي ادرس عايز ابنج على مين؟ انتر. الريبيت كاونت عايزه تبنجي كم مره؟ لو عايزه اقبل الديفولت انتر، لو عايزه احدد عدد معين اكتبه له. الداتا جرام سايز حجم الباكت قد ايه؟ الديفولت في النص لو تفتكروا كان 32 بايت، هنا الديفولت 100 بايت، عايزه اقبل الديفولت انتر. التايم اوت ان سكندز 2 ثانيه، يعني ايه؟ ده الوقت اللي المفروض الباكت تروح للديستنيشن ويرد عليا في خلال الثانيتين ده. انتر. لا كويس. تمام؟ اكستندد كوماندز يس ولا نو؟ اسالك اسئله كمان؟ يا عم كفايه جسر عايز ينام. نو. تمام؟ ورغم ان قلت له نو والله يا جسر هو اللي عمل كده مع نفسه، قام سال لي سؤال زياده. بس انا قلت له نو. بيقول لي سليب رينج اوف سايزز. سليب رينج اوف سايزز يعني ايه؟ اي حاجه انت مش فاهمها اقبل الديفولت. فانا دلوقتي هقول له نوع الديفولت. بس كهنت بسرعه كده عن السويب رينج ده معناه ايه؟ هو دلوقتي حجم الباكت قد ايه؟ 100. صح؟ مش شرط ان انا اخليه 100 بالمناسبه، ممكن اخليه 100 101 102 103. فلو انا ضغطت يس دلوقتي هيسالني اسئله كمان اكسترا كويستشنز، عن طريقها هبدا ان انا احدد الفرق ما بين كل باكت والثانيه قد ايه. تمام؟ مش انترستد في كده بصراحه. يبقى نو خلاص. واضحه كده؟ في اي مشاكل في البنج؟ كل اللي احنا اخدناه ده تمهيد للتوبيك اللي احنا هنتكلم فيه بعد دلوقتي. مش هياخد اكتر من 10 دقايق. ايه بقى التوبيك بتاعنا؟ التي اف تي بي. تريفيال فايل ترانسفير بروتوكول. توبيك بدأ خلاص. توبيك بدأ خلاص. ايه التي اف تي بي ده بقى؟ ده بروتوكول شغال في الابلكيشن لاير، شغال يو دي بي على بورد 69. ايه الفكره بتاعته؟ لسه قايلين قبل البريك ان عندي بروتوكول اسمه اف تي بي، ده وظيفته داونلود وابلود. تريفيال فايل ترانسفير بروتوكول ده وظيفته ايه؟ داونلود وابلود برضه، بس من الملفات التريفيال اللي حجمها صغيره. اعمل بيه ايه؟ عايزه اخد كوبي من الكونفيجريشن اللي موجوده على الراوتر ارميها على التي اف تي بي سيرفر اللي هو البي سي بتاعي. فانا في حالتي دلوقتي هاجي على كاس الكمبيوتر بتاعي واحوله التي اف تي بي سيرفر. ازاي؟ ببرامج. على سبيل المثال في برامج كتير، مثلا البامكن، في السولار تي اف تي بي، في كمان التي اف تي بي دي 32 والتي اف تي بي دي 64. سيسكو بتريكومند ان انت تشتغل بالتي اف تي بي دي سواء 32 64. انا عن نفسي بحب قوي برنامج البامبن، شكله بيعجبني وبيديني صوت صفاره كده بيعجبني قوي. تمام. بامبن اللي هو القرع العسلي، عارفين قصه بيتر اند ذا بامبن؟ تمام. تعالوا نحول بقى جهاز الكمبيوتر بتاعي للتي اف تي بي سيرفر. ازاي؟ زي ما اتفقنا، تحت بروجرامز، تحت سي سي ان اي، تحت بروجرامز هتلاقوا فيه هنا فولدر اسمه تي اف تي بي. تمام. ادي برنامج البامكن اهو، بصوا حجمه قد ايه. دبل كليك يس اوكي اتصل كده. انا حولت كاس الكمبيوتر بتاعي لايه يا شباب؟ تي اف تي بي سيرفر. تمام. اول ما حولت كاس الكمبيوتر بتاع تي اف تي بي سيرفر، تعالوا نفتح البرنامج. ادي البامكن اهو، ادي القرع العسلي اهو. سبت الولاد مره يطبقوا العملي، سمعت واحد بيقول لي تاني ولا قومت القرعة ولا لسه. تمام. بامكن ماشي. هاجي بس على الديسك توب عندي شباب وكاري الفولدر عشان استقبل عليه الملفات. سي مثلا هسميه كونفيج مثلا. فولدر فاضي لسه قدام، لسه مكريته قدام عينيكم اهو. لو جيت دلوقتي في البرنامج
قلت له اوبشنز. بالمناسبه لو قفلته كده هو لسه شغال جنب الساعه اهو لو تاخدوا بالكم. لو عايز اطلع منه خالص كليك يمين واكزيت دبل كليك اتفتح اهو. لو جيت دلوقتي تحت اوبشنز اول حاجه خالص بيقول لي مش انا هستقبل ملفات من راوتر هتتحط فين؟ تحت السي تحت السيستم 32. مش ريكومندد اصلا نسيب حاجه تتكتب تحت سيستم 32 السيستم اصلا هيرفض. تمام؟ وعشان كده هبراوز هنا على الديسك توب عندي على الفولدر اللي انا لسه مكريته اللي اسمه واضحه؟ بيقول لي هنا ريد ريكوست بيهافير. يعني ايه؟ مش في يوم من الايام الراوتر هيسحب مني الملفات هيقرا مني انا كتي اف تي بي الملفات؟ انا كتي اف تي بي اعمل ايه؟ اللي يطلب مني ملف جيف اول فايلز ولا برومبت بيفور جيفينج فايل يديني تحذير قبل ما اديله الفايل ولا ديناي؟ انا هسيبها برومبت عشان نشوف شكل التحذير هيبقى عامل ازاي. اللي بعدين رايت ريكوست بيهافير تيك اول فايلز. لو حد حب يكتب عليا داتا اتيك اول فايلز ولا برومبت بيفور فايل برومبت اسا لو الفايل ده عندي بنفس الاسم قبل كده ولا اولويز برومبت دايما يديني تحذير ولا ديناي؟ انا هسيبها برضو اولويز برومبت عشان اشوف التحذير. تمام؟ اوكي كده انا جهزت مين؟ التي اف تي بي سيرفر. اتفقنا تاني انه ما اتقفلش جنب الساعه. تمام؟ مش هيديني هنا صوت لسبب واحد بس يا جاسر، الكابل اللي انا حطاه في الفتحه بتاعت الاتش تي ام اي بيمنع الصوت للاسف. تمام؟ عايزه اكابير بقى، هكابير دلوقتي من راننج دايركت لان انا مش مكبره على الستارت اب، فهكابير من راننج دايركت. تمام؟ فاقول له كوبي من الران على مين؟ على التي اف تي بي. انتر. قال لي الادرس اور نيم اوف ريموت هوست. الاي بي بتاع الطرف البعيد هو مين؟ 11. كان ممكن اكتبه بالاسم لو في دي ان اس بالمناسبه. تمام؟ انتر. بيقول لي الديستنيشن فايل نيم، عايزه تسمي الملف ده ايه؟ وبيديني اقتراح، ايه رايك اسميه لك ار 1 داش كونفج؟ عايز تسميه اسم تاني اوكي، عايز تقبل الديفولت؟ هنا بقى المفروض كان يديني هنا كده يا جاسر كده ماشي. الهوست دوت 100 از اتمبتنج تو سند يو ا فايل، بيحاول يديكي ملف اكسبت ولا رينيم ولا ديناي؟ ده بيسرع تي تي بي سيرفر. هقول له اكسبت. بصوا بقى المره دي كده لو جيت على كونفيج تادا كليك يمين عليه اوبن. فين اوبن؟ راحت فين اوبن؟ فوق خالص ماشي. اوبن ويز. لو جيت افتحه بالورد باك هوست نيم نو اي بي دومين لوك اب تحت الانترفيس فاست 0 على 0 ادي الاي بي اللي انا حطاه تحت اللاين كونسول. مش هي دي الاوامر؟ ايه رايكم؟ انتوا في يوم من الايام ان شاء الله هتوصلوا لمرحله ان الملف ده هتعدلوا فيه بايديكم. تمام؟ بمعنى افرض دلوقتي ان انت طلب منك سيرفيس في شركه ان انت تروح تقوم عندهم شغل معين. السيرفيس دي هتاخد وقت طويل. طب وليه وجع القلب؟ وانت قاعد في بيتك اساسا في الروقان كده والحاجه عامله لك حله المحشي صح كده صح؟ كان محشي؟ تمام ماشي؟ تقعد تروق الدنيا كده وتظبط التي اف تي بي وتبدا ان انت تنقل الملف ده على الفلاشه بتاعتك تاخده على الفلاشه وتروح تقوم لهم هناك تي اف تي بي. اخذ مني قد ايه ان انا اعمله تي اف تي بي سيرفر؟ 10 دقائق والله ولا تف. ده عشان 10 دقائق عشان انا بشرح. ما اخدش حاجه. تمام؟ وانقل الملف على الراوتر اتست اخد شيكارت الفلوس وامشي. صح يا علي؟ ماشي. هو ده الملف اللي احنا شلناه بداية الراوتر صح؟ تمام؟ لا ده الملف اللي هو الشو رانج دلوقتي هنا. دلوقتي ممكن ارفض ده احطه يعني. تمام؟ تعالوا نعدل في حاجة بدل ما الهوست نيم دلوقتي ار واحد تعالى عدله. كنترول اس. تمام؟ هفترض دلوقتي ان في يوم من الايام لا قدر الله ان الكونفجريشن اللي موجود على الراوتر ضربت، يبقى هقول له ايه؟ كوبي من التي اف تي بي، تعالى كبيرها على الراننج عشان تظهر قدام عينيا على طول. انتر. قال لي الاي بي بتاع السيرفر اللي عايزه تجيبي منه الداتا. انتر. الفايل نيم كان اسمه ايه؟ لو تفتكروا كان ار 1 داش كونفج كده من غير اي. انتر. عايزك تسيفيه على ملف راننج داش كونفج؟ اعتقد مفيش اي سبب منطقي ان انا اسيفه على ملف غير اسم راننج داش كونفج. تمام؟ فهقول له انتر. قال لي ان الهوست دوت 100 الراوتر از ريكويستنج الفايل، طالب منك الفايل جرانت ولا ديناي؟ جرانت. لقيت اسم الراوتر في لحظتها بقى ايه؟ وبص المره دي بيقول لي ايه؟ كونفجرد فروم
مش كونسول بقى الكونفيجريشن جات لي من تي سي بي اللي هو 100.8.1.11 من الملف اللي اسمه كذا وانا داخله دلوقتي بالديفولت يوزر اللي هو كونسول صح بص تاني كوبي من الران على تي اف تي بي تمام بس المره دي هقول له مش انا لما قلت له انتر سالني اسئله وانا جاوبتها له لا انا جهزها له دلوقتي 198.168.1.11 واسمي الملف ده عبير وبالمره اديله امتداد لو حبيت تمام انتر قال لي هو ده الاي بي اللي انت عايزه تكبيري عليه ترمي عليه اه هو ده الملف اللي انت عايزه تسميه هناك اه اكسبت كونفيج عشان حطيت له امتداد اقرا تكست اهو خلاص في اي مشكله يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي ان انا اتعامل مع اي او اس بتاع راوتر بجد وحقيقي وربطته بجهاز الكمبيوتر بعد ما حولته فعلا لتي اف تي بي سيرفر بجد وحقيقي اصبروا خلاص دقيقتين اصبروا خلاص ايه يا يوسف لو انا كنت عايز اعمل الكلام ده بقى دلوقتي على الباك تريسر لا 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 صح عشان بس تشوفوا الفرق السما من الارض عامل ازاي بص يا شباب بص يا شباب انا قلت لكم اشتغلوا على الموديل بتاع 1900 اللي تبع سيرس 1900 تمام فلو سحبت الراوتر ده كده وادي اكست الكمبيوتر اهي اند ديفايسز ده المنظر ده كده جهاز كمبيوتر اللي جنبيه لابتوب لك لو مين مفيش هنا الكلام ده بصوا ده سيرفر الكيسه دي سيرفر فانا هسحب كده سيرفر عايز اربطهم ببعض ادي علامه الكونكشن اهي طيب راوتر وبي سي ما هو السيرفر ده في الاول وفي الاخر عباره عن بي سي يبقى راوتر وبي سي اربطهم ايه او اقرش ايه اقصد نوع التقريش كروس اوفر صح كل لينك او كل تقريش من دول بيتكتب نوع تحت ده كده تحت ستريت ثرو اللي جنبيه كروس اوفر فهضغط على الكروس اوفر الموديل ده مثلا من الراوتر عليه كام انترفيس ثلاثة هم 3 جيج ايثرنت عشان لما اجي احط اي بي محدش يقول لي بقى انا بكتب انترفيس بس 0 على 0 بيدي ايرور ما طبيعي يدي ايرور اسامي الانترفيسز اللي هنا جيج 0 على 0 جيج 0 على 1 جيج 0 على 2 افترض دلوقتي ان انا هربطه بجيج 0 على 0 بس ايثرنت المقصود بيه كارت الشبكه بتاع ايه؟ السيرفر ده طبعا الراوتر انتوا عرفتوا ازاي تتعاملوا معاه هنا بقى على السيرفر لو ضغطت هنا لو دخلت على ديسك توب عايز تحط اي بي من هنا اي بي سبنت ماسك جيت واي لو عايز تبنك من هنا كوماند برومت ادي البنج عايز تحوله لتي اف تي بي سيرفر من سيرفيسز هضغط على تي اف تي بي اون هو كده بقى تي اف تي بي بالذمه حد حس بحاجه حقيقيه حسيت ان انت حولت فعلا جهاز لتي اف تي بي سيرفر يبقى الباك تريسر اهو الحقير ده هنحتاجه كم مره كده بسيطه كده قدام ان شاء الله خلاص في اي مشاكل كده